طبعا تسجيل الاملاك يمكن قضيه كده بقالها اسبوع شغله بال ناس كتيره قوي مننا. الحقيقه زي ما شفنا امبارح ان الحكومه يمكن ارجأت القرار ده بعد التشاور مع مجلس النواب لاخر سنه 2021، لكن الحقيقه في خطوه النهارده اتخذت من الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل. الاجتماع تناول استعراض تطوير عمل منظومه الشهر العقاري وجهود الحكومه في هذا الموضوع، واطلع الرئيس على جهود تيسير الاجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الاملاك. وجه الرئيس في هذا الاطار بتاجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنه 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل. كما وجه الرئيس السيسي بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية الخاصة بالمواطن، وذلك بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية. طيب احنا عايزين نتكلم في الموضوع اكتر مع الاستاذ علي حسن رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. يا استاذ علي تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا بيك. لو بنتكلم في يعني طبعا انت عارف حضرتك تسجيل الاملاك كان ليه صدى كبير قوي في الشارع المصري، ويمكن الناس كانت متخوفه جدا، والنهارده في يعتبر قرار رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل هذا القرار والتشاور في الحوار المجتمعي لمدة عامين، يعني تبعات هذا الموضوع إيه؟ هو في الحقيقة بالفعل هذا القانون كان قد أحدث جدلا واسعا، وشفنا حزب مستقبل الوطن بذل جهد كبير جدا في هذا الشأن في أعقاب ذلك الجدل، وكذلك تنسيقية شباب الأحزاب، وكذلك الأحزاب الأخرى شاركت في إطار حوار ديمقراطي. لكن شفنا اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته الرئيس الاعلى والحكم بين السلطات بان سيادته في اطار حرصه على مصالح المواطنين قرر بالفعل ارجاء العمل بهذا القانون لفتره انتقاليه لا تقل عن عامين، الهدف هو اتاحه الفرصه والوقت لاجراء حوار مجتمعي بحيث تتحقق الإفادة المثلى من هذا القانون مع مراعاة مصالح المواطنين وأيضا علاج أي ثغرات يمكن أن تكون حدثت وأخذ أي آراء ومختلف الآراء والمقترحات وإعادة طرحها للدراسة على مدى هذين العامين، لأننا نعلم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنذ توليه مهام منصبه وحتى الآن كل ما يجري من إنجازات على أرض مصر وكل ما يتم اتخاذه من قرارات يهدف أيضا إلى صالح المواطنين وتحقيق مصلحة المواطنين في المقام الأول. ومن ثم حينما حدث نقاش كبير حول هذا القانون بالفعل السيد الرئيس تدخل واتخذ القرار المناسب بهذا الشأن، لكن هذا الأمر أيضا يأتي في ضوء توجيه آخر من السيد الرئيس بأن يتم خلال هذين العامين تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة واضحة عند تسجيل الأملاك. وده يعني إيه يا فندم لو محتاجة حضرتك توضح للمواطن أكتر النقطة يعني دي تحديدا؟ فرق إيه؟ بين الشقة اللي في المهندسين وبين الشقة اللي موجودة في الويلي أو اللي موجودة في باب الشعرية أو اللي موجودة في 6 أكتوبر، كل على حسب الحي السكني نفسه، حسب الوضع السكن وحسب ايضا مساحه الشقه، لان هناك تفاوتا ما بين قيمه الشقه من مكان الى اخر، وهو الامر الذي يحقق العداله المنشوده في اطار الحرص على مستحقات الدوله ايضا في ذات الوقت، وهو امر بالغ الاهميه. بالفعل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حسم الجدل حول هذا القانون حتما يرضي المواطن. يعني في النقطة دي تحديدا يا أستاذ علي خلينا نتكلم طبعا يعني بعيدا عن هذه الخطوة المهمة والتي تهم المواطن المصري الجديد، ولكن فكرة المرونة في هذه القرارات وفكرة يعني أن الحكومة مش في وادي أو الإدارة أو القيادة مش في وادي والشعب في وادي تاني خالص، لا في
فكره ان في قياس لرجع الصدى وقياس لرغبه الناس في الشارع والاستجابه لمطالبهم والاستجابه ل يعني افكارهم وايضا توجهاتهم في هذه النقطه تحديدا. يعني لو احنا بنتكلم في الامر ده برضو ده شيء يعني مهم برضو لينا احنا في مصر، ان احنا نكون لينا صوت كشعب مصر وفي نفس الوقت يكون لي يعني تنفيذ ورجع صدى لي. المواطن المصري صوته ورأيه والقضايا التي تهمه والقضايا التي تشغله هي محل اهتمام القيادة السياسية ومحل اهتمام الحكومة ومحل احترام سائر المسؤولين. لدينا أحزاب وطنية في مصر، لدينا تنسيقيه شباب الأحزاب، لدينا البرلمان، لدينا أصحاب آراء، كتاب كتبوا، لكن اللي عايز أقول إن آراء الناس هنا محل احترام وتقدير القيادة السياسية، بدليل إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا تدخل بنفسه في هذا الأمر، وأيضا من خلال وجود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأيضا في وجود المستشار عمر مروان وزير العدل. فإذا آراء المواطنين ووجهات نظر المواطنين هي محل احترام وتقدير القيادة السياسية، ومن ثم تم اتخاذ القرار الصائب المناسب بتدخل سياسي من الرئيس عبد الفتاح، بتدخل رئاسي من الرئيس عبد الفتاح. طيب لو بنتكلم يعني ايه حوار مجتمعي؟ يعني في ناس كتيرة قوي ممكن تقف على المصطلح ده او النقطة ده او النقطة دي في الخبر ويقولوا يعني ايه حوار مجتمعي وازاي هيتم وازاي يبقى فعلا اللي احنا عايزينه هيتم تنفيذه على الارض؟ حوار مجتمعي من خلال ندوات، مؤتمرات، مقالات في الصحف، آراء لأحزاب، آراء لتنسيقيه شباب الأحزاب اللي أصبحت دلوقتي بتقول رأيها في مختلف القضايا اللي بتهم المواطن وبتهم الرأي العام. الحوار المجتمعي، منظمات مجتمع مدني، جمعيات معنية ومختصة بتنظم ندوات، نقابات بتنظم ندوات بهذا الشأن، زي ما قلت لحضرتك، حوارات في الصحف، كل ما ينشر بهذا الشأن في وسائل الإعلام، البرامج الحوارية زي حضراتكم ما بتعملوا برامج ناجحة كثيرة جدا بتناقش مثل هذه الأمور في ظل حرية الإعلام ومناخ ديمقراطي بتحيا مصر واستمعنا إلى الرأي والرأي الآخر في مثل هذا القانون أو غيره. كل هذه الأشياء بتمثل حوارا مجتمعيا، وعلينا أن نصغي أن توجهات الرأي العام أو نعلم أن توجهات الرأي العام هي محل تقدير القيادة السياسية والحكومة، لأن كل ما يجري على أرض مصر هو لصالح المواطن المصري. اخيرا مع حضرتك يا استاذ علي، يعني في ناس ممكن تسال وتقول طب هي ايه اهميه خطوه التسجيل بتاع العقارات من الاساس؟ طب ما احنا كنا عايشين قبل كده وكنا زي الفل يعني بالمصطلحات المصريه، ليه دلوقتي طلع قرار بتسجيل العقارات حتى لو هيتاجل سنتين؟ ايه اهميه الخطوه دي؟ اولا تثبيت الملكيه وضمان تحديد هذه الملكيه ونسبتها إلى أصحابها وتثبيتها وضمان تثبيت هذه الملكية، بحيث يمكن للمواطن أو لا قدر الله إذا توفي إلى رحمة الله يبقى في نقل هذه الملكية لورثته ويتيسر له مسائل البيع والشراء وكل ما يهم وكل ما يختص بالعقار الذي يملكه، يكون ذلك الأمر ثابتا ومدونا في الشهر العقاري. يبقى احنا هنا بنثبت الملكيه وبنحددها وبننظم مسائل البيع والشراء للمواطنين بشكل قانوني منظم، بعيد عن العشوائيه وبعيد عن امكانيه بيع الشقه لاكثر من شخص ولاكثر من مواطن. يعني مساله تثبيت ملكيه المواطنين وتنظيمها، يعني تقليل فرص الفساد. طب بالنسبه لتسجيل الرقم القومي لكل عقار في مصر، ما هو ده برضه في اطار التنظيم وفي اطار الرقمنه. ما ينفعش ابدا ان انا في مصر اللي بتشهد كل هذه الانجازات سنه 2021 حد عايز ورقه او شهاده تتعلق بالعقار الخاص بيه يقولوا له لا والله ده تلف، ده بيتك من سنه 1900 او من سنه حتى 1990 او اكثر او اقل، لكن يبقى في تثبيت لهذه الملكيه من خلال الشهر العقاري، ويمكن من خلال الرقمنه استخراج صور ومستندات لها او الاطلاع عليها او متابعتها او جمع كل البيانات المتعلقه لها في فتره وجيزه. رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط الاستاذ علي حسن، شكرا جدا لحضرتك يا فندم على كل هذه التفاصيل.